بس قد ايه هذا الاتفاق الايراني السعودي عنده قدره مواجهه اي ضغط امريكي او تخريب محاوله تخريب امريكيه؟ شوف اليوم انا بشوف اليوم السياسه السعوديه سياسه حديديه بالوقت نفسه في حكمه بمعالجه ومقاربه كل الملفات. بنشوف اليوم المملكه العربيه السعوديه عندها علاقه متينه مع موسكو، عندها علاقه، هي السياسه اللي عم يديرها لولي العهد الامير محمد بن سلمان، صداقه شخصيه مع الرئيس بوتين، صداقه مع الرئيس الصيني واتفاق مع الصين، وايضا صداقه مع سائر الدول العربيه وعوده العراق الى الحضن العربي والعلاقه المصريه السعوديه والاردنيه على مستوى العالم العربي والاسلامي، وصولا الى علاقات متينه باوروبا وتحديدا مع الفرنسيين والانجليز. اما بالنسبه لواشنطن، هناك اليوم ما ننسى اليوم صار في اليوم هيدي كمان هيدي شغله ملفتة، انه تاسيس شركه طيران جديده في السعوديه تابعه للدوله، وتوصي على صناعه تقريبا 22 طائرة بوينك، معناتها الأمريكان بهمون شغلتين، أمريكان بهمون الاقتصاد والبرجر، بقى هيدي شغلة كتير مهمة بالنسبة للأمريكان، اقتصادهم بالدرجة الأولى. نعم. يعني الدول بتطلع على مصالحها الاقتصادية، من هون عاملين توازن، هذا الإكليب اللي عم بيصير اليوم بين السعودية وحلفائها وأصدقائها بيخلق مناعات شيء إيجابية، وبرأيي ما بيقدروا عطلوا الاتفاق الإيراني. لكن يوم بتشوفي كمان إسرائيل، إسرائيل دولة عدوية وقادرة إنه تنصف كل المشاريع، لكن أكيد بدها قبة باطن من الأمريكان، لأنه ما حصل مؤخرا ما بيخوف، كان في إطار توزيع الرسائل الإقليمية والدولية وهذه شغلة كانت معروفة. بس لذلك اليوم أنه ما ننسى بالقراءة متأنية للبيان الإيراني السعودي أو الاتفاق الإيراني السعودي، عدم تدخل إيران بشؤون الدول العربية بما فيها لبنان، هذه شغلة متقدمة ما حدا وصل لها. يعني هذا إنجاز سجلته السعودية لصالح كل الدول العربية وتحديدا لبنان. بس ما دايما كانت تقول إيران أنه هي لا تفاوض عن حزب الله ولا تتكلم باسم حزب الله، اللي بده شيء من حزب الله يروح هو هاي بيقولوها بيعطوهم هون كريديت هيك لحزب الله، طبيعي ما فيها، بالنهايه السلاح سلاح ايراني، المال مال ايراني، كل شيء ايراني، التمر ايراني، القرض الحسن ايراني، البنادول ايراني، كله ايراني. ما في اكيد هلا هن بيحترموا انه هو حليفهم الاساسي وبيقدروا، بس ولا بس ما هي الفكره انه ولا مره ايران تركت حلفائها بلبنان كما فعلت مع 14 اذار، يعني حلفائه الدوليين، انه دائما ايران قلت لك الامريكان قطعوا الحبل بالبير لصالح حلفائها، وهذا يمكن اللي بخليها يمكن هي يعني هذا المشهد انه طبيب ولاعب كره بافغانستان انه معلقين بدولاب الطياره وهربانين من طالبان يلي يرجعوا، هذه هاي السياسه الامريكيه. نعم.